والله شوف شباب بالحق تفاجأت انت تفاجأت بالحق ما نتوقع كل شيء نتوقع نوفل يقول بيا كلهم يقولوا صحفيين واعلاميين كما نجموا يحبوني اليوم يدافعوا عليا كما نجموا غدوه نعمل حاجه ما يقبلوهاش يعني حاجه تتعدى لكن هي نجله زميلتي حاجه اخرى انا في بدايتي هي نجله قد امي وقت اللي انا نقرا في الليسي هي وقتها تشطح في النواري بلون ومن بعد طردوها من مصر نصور كان جيت متربيه هي برشا راه ما طردوهاش من مصر علاش خليوه ذكرى علاش خليوه لطيفه علاش خلوه التوينسة الكل تردو نجلة التوينسية علاش أشد من هيفا وهبي